ايه اللي هيحصل؟ هل من الممكن ان تكون هذه البطوله بالمحليين فقط، بالمحترفين كمان، ولا ايه اللي هيحصل؟ هل الموضوع انتهى؟ هل بطوله كاس الامم الافريقيه في ميعادها؟ خلينا نروح لناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس من قطر، يحكي لنا عن الموضوع، في ايه اللي بيحصل في موضوع كاس الامم الافريقيه. ابو حميد ازيك يا حبيبي، ويعني ان شاء الله ترجع بالسلامه. قول لنا بقى اخر المستجدات بالنسبه لموضوع كاس الامم الافريقيه. حتى الان يا كابتن اسلام لم تنتهي المعركه، المعركه لسه قائمه، شد وجذب بين الاوروبيين رابطه الانديه المحترفه بقياده نصر الخليفي ومعاه جاني انفنتيرو اتحاد دولي، وبين الاتحادات الافريقيه اللي بيتزعمها دلوقتي صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني. والحقيقه الموضوع حتى الان لم ينتهي، يعني حتى الان لم يحسم، ولكن الكل خد التصريحات اللي خدها موتسيبي او اللي قالها موتسيبي ان خلاص الموضوع انتهى وان هو موجود. هو اتفضل يوم سبعة هروح انا واولادي واتفرج على الافتتاح يوم 9. الحقيقه هيروح يوم 7 ويتفرج يوم 9. هل هيبقى بطوله كاس الامم بالمحليين؟ طبعا كلام كتير قوي دلوقتي بين الانديه الاوروبيه انه هم مش ضامنين الوضع الصحي في الكاميرون، ومش ضامنين البطوله هتتلعب ازاي، ومش ضامنين ايه اللي هيحصل. فالحقيقه صعب جدا 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 حد يحسب، رغم ان البطوله فاضل عليها اسبوعين. يعني المفروض المنتخب المصري يا كابتن اسلام هيدخل معسكر يوم 26، يعني هيدخل معسكر يوم الحد اللي جاي. الحقيقه حاجه صعبه جدا 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 على الناس في العالم كله، ان كاس الامم محدش عارف ميعادها لحد دلوقتي. النهارده كان في لقاء بين رئيس الجمهوريه الكاميروني وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، واتقال نفس الكلام انه البطوله تلعب في ميعادها. وي طيب، هل الانديه الاوروبيه هتسمح في ظل كل الكلام على تطور فيروس كورونا والسلاله الجديده واميكرون وكل، هل هتسمح رغم انه هتسمح بوجود لاعبتها في هذا الجو؟ طب السؤال برضو، وده رد ايتو على هذا الامر، ان كاس الامم الاوروبيه اللي اقيمت في 2020 اقيمت او في 21 اقيمت في وسط الجائحه وكان كمان مليئه بالجماهير، وبالتالي انت ليه بتحرمني كدوله او كبطوله او كقاره افريقيه ان هي تنظم كاس الامم الافريقيه؟ هل يا كابتن اسلام ليس تقليلا من دوله الكاميرون، ولكن هل الظروف الصحيه والمناعيه والتطعيم والاجراءات الاحترازيه في الكاميرون زي ما في 7 دول اوروبيه تلعب فيها كاس الامم الاوروبيه؟ الكل بيؤكد، يعني صامويل ايتو طالع بيؤكد ان عنده تطعيم على اعلى مستوى، عنده امور احترازيه على اعلى مستوى، واعلن ان هناك اجراءات طبيه كبيره جدا، والكاف اعتمد هذه الاجراءات. وبالتالي طيب انا ايه المطلوب مني كرئيس اتحاد ان انا يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ يا كابتن اسلام، الطرق اللي بتوصل بين الملاعب مش موجوده، فنادق اقامه الوفود مش موجود، يعني الحقيقه في حاجات كتير قوي مش موجوده. الكاميرون صرفت كتير جدا، ولكن لسه حتى الان في بنيه تحتيه مش موجوده للبطوله، وده كلام اعضاء المكتب التنفيذي على فكره. هو حتى الان اعضاء المكتب التنفيذي لسه ما حسموش الـ 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 الكلام لسه لحد دلوقتي. الموضوع يعني في ناس عايزين ياجلوا البطوله لحد 2023، لان انت عارف يا كابتن اسلام المفروض السنه اللي جايه، يعني البطوله دلوقتي هتلعب في 2022 يناير 2023 في بطوله، في بطوله كوت ديفوار، لا تصفيات اتعملت، لا كوت ديفوار اصلا عملت ملاعب، ولا التصفيات اتعملت قرعتها، ولا حد عارف هتعمل ازاي، ومفيش مواعيد اصلا، لان البلاي اوف هيتلعب في اجنده مارس. هل هيلعبوا التصفيات الكاس الامم كلها في شهر 6؟ طب هيخلص كاس العالم في 18 ديسمبر 2022 ويبداوا في يناير كاس الامم الافريقيه؟ الحقيقه مواعيد صعبه، وده اللي خلى جاني انفنتينو امبارح رئيس الاتحاد الدولي يقول انه يجب ان ننقل كاس الامم الافريقيه لشهري 9 و10، ولازم الاجنده تبقى تاخد المواعيد دي. موضوع شائك جدا، والموضوع انه في اعضاء حتى الان انقسام واضح جدا بين اعضاء المكتب التنفيذي، البعض يميل للتاجيل، والبعض يذهب للالغاء، والبعض يحارب من اجل اقامه البطوله. لحد دلوقتي الكلام الوحيد اللي اتقال على اقامه البطوله اتقال اللي قاله باتريس موتسيبي. هل تم اعلان اي حاجه ليها علاقه بالبطوله؟ مفيش حاجه خالص، يعني مفيش حاجه اتعلن ليها علاقه. لكن خليني اقول لك ان هناك مثلا يعني، بس ده احنا عاملينها او عرفناها بعلاقاتنا، يعني ان احنا حبايبنا مثلا، ان بعض الحكام اللي المفروض يكونوا موجودين هناك جالهم
تنويه رسمي من الاتحاد الافريقي ان هم هيكونوا متواجدين في الكاميرون يوم كذا الساعه كذا علشان وهيسافروا بالطياره كذا والكلام ده، هل ده ممكن يكون بدايه لان المباراه او ان البطوله تلعب؟ الاكثر من ده ان النهارده في بعض الموظفين من الكاف اللي هم القائمين على تنظيم البطوله هيسافروا، ان في ناس ثانيه هيسافروا من 28، يعني الكاف فتح مكتب جوه الكاميرون خاص بالبطوله، في موظفين موجودين، السكرتير العام الاتحاد الافريقي موجود باستمرار في الكاميرون، كل ده لا يعني اقامه البطوله الحقيقه، يعني كل ده رغم كل اللي بيتقال ده ممكن يعني لو الاتحاد الاوروبي او رابطه الانديه الاوروبيه المحترفه قررت انه ان احنا في ظروف استثنائيه وانه من حق اي نادي انه ما يبعتش لعيبته. هل الكاف هيقبل ان البطوله تلعب بالمحليين؟ هيعمل بطولتين محليين؟ يعني بطوله لكن هل تملك رابطه الانديه الاوروبيه ان هي تعمل كده؟ وهل من الممكن قبل بس ما تكمل قبل ما ده رد مهم جدا، صامويل ايتو واحد من اللاعبين العالميين وهو بيقود حمله الان لان البطوله تتلعب وحقه لانه رئيس الاتحاد وبيقود الحمله، هل من الممكن ان هو يقود حمله اخرى للاعبين الافارقه اللي موجودين في اوروبا ان هم يكونوا متواجدين في بطوله كاس الامم الافريقيه لو حصل؟ ده بقى دي الخناقه اللي بين الانديه والاتحادات والكاف واللعيبه، وفي الاخر اللي هيحسم الامر اللعيبه، يعني هو دلوقتي لو اللعيبه قررت ان هي تلعب ما فيش حد يقدر يمنعها ان هي تروح لانه من حقها تروح. طب اللعيب اللي هل اللعيب هيقرر يضحي بمستقبله ويقرر انه ممكن النادي بتاعه يقول له لو رحت ما تجيش، او يقرر يفسخ عقده؟ تخيل الموضوع هيبقى شائك جدا جدا يا كابتن اسلام، وخناقه كبيره جدا جدا محدش عارف هتنتهي ليه. لان حتى الان جاني انفنتينو مصمم اما على الغاء البطوله او تاجيلها، رغم انه بعت للانديه المشاركه بكاس العالم للانديه استبيان عشان ياخد رايهم في تاجيل البطوله، لان يعني في حال مثلا 5% اقامه كاس الامم فهو هيرحل كاس العالم للانديه 5 ايام عشان انا لسه كنت هسالك، انت خدت مني او رديت علي على الموضوع، لانه انا لسه كنت هسالك، النادي الاهلي اخذ وعدا من الاتحاد المصري لكره القدم أن كل اللاعبين الدوليين هيكونوا موجودين معاه في كأس العالم للأندية، فبالتالي كيف سيمكن أن ينفذ الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الوعد في ظل اللي احنا سامعينه أن خلاص لو البطولة أقيمت يوم 9 هتبدأ يوم 9 وتنتهي يوم 6، وبالتالي لو وصلنا للمباراة النهائية وده كل ما يتمناه أي مصري هنصل إلى المباراة النهائية أو قبل النهائي حتى، فبالتالي النادي الأهلي سيكون أكثر المتضررين، لأنه مش هيكون أكثر المتضررين، هيكون في أزمة حقيقية. لو كأس العالم الأمم متلعب، يعني أنا بقول لك ده خبر إنه مباراة الافتتاح بتاع كأس العالم الأندية بين أوكلاند سيتي والجزيرة هتبقى بدل يوم 3 هتبقى يوم 7 أو 8، مباراة الأهلي بدل ما تبقى يوم 5 هتبقى يوم 11 أو 12. ده لانه بداوا خدوا موافقات الانديه وكان فاضل تشيلسي اللي طلب بعض الايضاحات الاخرى حوالين المواعيد الجديده وعشان يرتب مواعيده وعشان رابطه الدوري الانجليزي تبدا تاجل له مباريات، خاصه ان الدوري الانجليزي كمان دلوقتي جدوله هو كمان ارتبك بسبب تاجيلات كورونا، كل يوم ماتشات بتتاجل فالجدول نفسه ارتبك. فالحقيقه يعني احنا داخلين برده على ايام تاني، لو تفتكر يا كابتن اسلام بداية 2020 في فبراير 2020 لما بدأنا في بداية أزمة كورونا اللي كل شوية ماتشات تتأجل وما نعرفش، لحد ما دخلنا على إيقاف كامل النشاط الكروي في العالم كله، محدش عارف بكرة جاي إيه اللي جاي في الكورة، فإحنا مستنيين وبنشوف إيه اللي هيحصل. أعتقد إنه لازم يتم حسم قصة كأس الأمم الأفريقية قبل يوم الجمعة القادم، لأن يوم الجمعة القادم يوم 24 البطولة افتتاحها يوم 9، يعني هيبقى فاضل أسبوعين بالظبط. اعتقد انه ما يعني الفرقه تستعد امتى ولا تجمع محترفينها امتى ولا اللعيبه تبدا تتحضر امتى؟ المفروض ان اللعيبه طيب هتبدا مع احنا ممكن نسمع القرار الرسمي ده امتى يا احمد؟ يعني انا عايز اسمع عايز اسال سؤال، لا يعني خليك معايا بس، انا عايز اسال سؤال، يعني انا دلوقتي اسمع القرار، يعني لما يطلع رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم ويقول ان البطوله في ميعادها يوم 9 ولسه حتى هذه اللحظة في كلام حضرتك بتؤكده وأنا عارف أن أنت لك مصادرك القوية جدا فبتؤكد أن لا حتى الآن الموضوع لم ينتهي، عرفنا من كذا مصدر آخر أن حتى الآن بالفعل الموضوع لم ينتهي، طب إذن إمتى هاخد أو مين اللي هيديني قرار رسمي؟
اعضاء المكتب التنفيذي موجودين كلهم هنا في الدوحه يا كابتن اسلام عشان حضور السوبر. اعتقد انه خلال 48 ساعه دول النهارده وبكره هيتم عقد اجتماعات بالجمله، وهيتم حسم باتريك موسيبي جاي بكره الدوحه، هيتم حسم القرار غدا او بعد غد على الاكثر لان كل الناس هتمشي يوم الخميس. بكره هيتم حسم القرار، وبعد نهايه لقاء السوبر او يوم الخميس هيتم الاعلان رسمي عن القرار النهائي سواء باقامه كاس الامم او تاجيلها او ترحيلها او اقامتها بالمحليين. لسه ما حدش عنده قرار. انفنتينو في الدوحه ولا رجع؟ لا انفنتينو رجع، واعتقد انه ممكن يرجع بكره عشان انفنتينو بقى مقيم في الدوحه على فكره يا كابتن اسلام، ونقل ولاده ومدارسهم في الدوحه، هو بقى مقيم في الدوحه خلاص. يعني الموضوع هو انفنتينو الفيفا فتح مكتب كامل في الدوحه عشان كاس العالم 2022.